طمن على نادي مصر المقاصة من خلال سيادة اللواء. سيادة اللواء تحياتي لحضرتك. اهلا بيك كابتن محمد، زي حضرتك. ربنا يخليك سيادة اللواء. يعني هكلمك الاول على نتيجة الامس، يعني بتشوفها هل يعني مرضية لحضراتكم في حالة التعادل، والمكان اللي انتم متواجدين فيه هو المركز السابع في جدول الدوري؟ طبعا انت عارف حضرتك، يعني تغيير مدير الفني مكمل كابتن محمد عظيمة، ووجود كابتن محمد عبد الجليل وهو ابن النادي البار والمحترم، في اي وقت طبعا بتلاقي اولاد النادي بيسدوا، وطبعا مش مطلوب منه اكتر من كده، والحظ ما كانش معانا طبعا، ضربه الجزاء اللي ضاعت دي، لكن نقدر نقول يعني كل الرضا بالنسبه للفرقه وبالنسبه للظروف اللي بتمر بيها الفرقه يعني. طيب خليني اسال حضرتك، يمكن ما بعد اللقاء كابتن محمد عبد الجليل كان متواجد معانا، اتكلم على المباراة القادمة أمام النادي الأهلي، وبس للحقيقة هو الراجل اللي هو بيتكلم، قلت له الماتش اللي جاي أمام الأهلي وبعد كده الأهلي مسافر. الراجل بيتكلم بمنتهى، أو كابتن عبد الجليل طبعًا بيتكلم بمنتهى يعني الاحترام في فكرة الحفاظ على لعيبة النادي الأهلي وليس التفويت، يعني لقينا الدنيا هاجت وماجت في نقطة تصريح كابتن عبد الجليل. يعني حضرتك لو عندك تعليق على تصريح كابتن عبد الجليل نفسه في النقطة دي يا أستاذ اللواء. انت عارف كابتن عبد الجليل راجل محترم وجميل كده، واي رياضي يعني رياضي حقيقي هيبقى من قلبه، يعني انا راجل زملكاوي، لكن النهارده الاهلي بيلعب بطوله مهمه جدا افريقيا، ولو كان الزمالك هو اللي بيلعب نفس البطوله الراجل ما يقصدش ابدا الكلام اللي خده السوشيال ميديا ابدا، حتى لو قال الفاظ تقول هذا الكلام، لكن هو كان يقصد ان احنا نحافظ على اللاعبين، ان احنا ما ناذيش بعض. ما انا دلوقتي انا داخل على كابتن محمد فاروق وداخل باذيه، طب ما انا هتاذي انا كمان. يعني هو كان الهدف منها انه ما يقصدش بقى ان طبعا زي ما قالوا ان تفويت المباراه، الكلام ده طبعا عيب وعاري من الصحه، لان كابتن محمد عبد الجليل لعب في الزمالك ولعب في الاهلي. بالتالي يعني لا، والاداره كمان اداره مصر مقاصه اداره محترمه جدا، يعني عشان بس طبعا الكلام ده بعيد كل البعد عن اللي خدوه هو نفسه. يعني انا فاهم اللي جواه، هو بيقصد ايه؟ بيقصد لو كان ده فريق الزمالك برضه هنقول الفرقه بتلعب مباراه قوميه، احنا بنلعب للفوز، بنلعب بقوه وبرجوله، بس ما نوصلش للاذيه، لان احنا ممكن وانا باذي زميلي هتاذي انا كمان. صحيح، هو ده اللي كان بيقصده. صحيح، لكن مش قصده ان يعني حسسه بقى عليهم ملسوا محدش يلمس حد، لا الكلام ده عادي تماما. يعني يا كابتن محمد فاروق انت راجل لعيب دولي وفاهم الكلام ده. صحيح، صحيح. المقصود بيها ان انا احافظ على فرقتي، بلاش اقول لحاجه ثانيه. صحيح، حافظوا على نفسكم، محدش يتهور، العب على الكوره واكسب. سيادة اللواء خليني اسالك على نادي المقاصه، هرجع للنقطه، انا ما زلت طبعا هي في نادي المقاصه، ونقطه الحاله الماديه او الجزء المادي عند حضراتكم، وصلتوا لحلول فيها؟ هل في فكر الفتره اللي جايه شيء مختلف هيحصل بالنسبه للنادي؟ بنطمن طبعا كل المتابعين لنادي مصر المقاصه، وفي نفس الوقت بنطمن لاعبتكم نفسها اللي اكيد بتطلع طبعا على كل التصريحات من خلال طبعا المسؤولين. طبعا يعني نادي مصر المقاصه زي كل الانديه بيعانوا من انه الفلوس المستحقات الخارجيه في الشركه الراعيه ومستحقات النادي عند الشركه اللي تم فسخ العقد عندها مبالغ كبيره جدا، يعني في سبيلنا الى حصولنا على بعض هذه المبالغ. وطبعا انا من عند حضرتك هنا بشكر معالي الوزير الفاضل الدكتور اشرف صبحي على ان انا كنت في زياره عنده اول امس انا ومعايا سياده النائب وليد الويدي، وعرضنا عليه الموقف بالكامل. الراجل كان اكثر من رائع في انه وقف جنب النادي، وطبعا ما يرضاش ابدا النادي وصل لمستوى انه كان بينافس على بطوله الدوري العام من 3 4 سنين، ولعب بطوله الانديه الافريقيه ابطال الدوري والكونفدراليه، انه يجي يهدد بقى بالهبوط والانسحاب والجهاز الفني يمشي والنادي ينهار. هذا الكلام لم يقبله تماما معالي الوزير. هو ما فيش انهيار ولا حاجه سياده اللواء، انتوا ما شاء الله برضو يعني برغم الظرف ده لكن في المركز التامن متماسكين، يعني ودي حاجه تحسب ليكوا طبعا وتحسب للاعبين كمان. ما ده يدل على شيء، يدل على ان نادي مصر المقاصه نادي محترم و